وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار فوكس واجن، وطبعا هذا الشعار راح يكون به بعض الأمور الاحترافية. في البداية راح نفتح تصميم جديد بمساحة 1000×1000 بيكسل. جيد، الآن راح نرسم دائرة، وطبعا هذه الدائرة راح تكون بمقاس 600×600 بيكسل. طبعا نختار الدائرة، طبعا نضغط كليك أيمن، ونضغط كذلك كليك أيمن أيضا على الإليبس، نضغط كليك أيمن وليس أيسر. وفي هذه المساحة راح نرسم كليك أيسر، أو نضغط كليك أيسر، وراح نكتب 600×600 بيكسل. طبعا هذه هي أول دائرة، راح نعطيها gradient طبعا، أو بإمكان أنه نحدد الدائرة ونضغط على gradient هنا بالأسفل. وطبعا راح نختار هنا بهذه المساحة، مثلا راح نختار هذا اللون اللي هو الأزرق الفاتح، وطبعا اللون الآخر أيضا نضغط عليه دبل كليك، وراح نختار الأزرق الغامق. طبعا ممكن نختار ناقص 45 درجة زاوية الجريدينت. جيد، الآن راح نجي أيضا بنفس الطريقة، راح نضغط كليك أيمن وكليك أيسر هنا، وراح نكتب دائرة ب 510×510 بهذا الشكل. طبعا هذه الدائرة راح نعطيها تدرج، أيضا راح نجي إلى الجريدينت بهذه الطريقة، وطبعا راح نختار تدرج، طبعا التدرج راح يكون أبيض بتدرج آخر اللي هو نختار مثلا هذا اللون. ممتاز، الآن راح نحدد دائرتين، وطبعا راح نلغي الستروك، وطبعا من أداة الألاين، هذه أداة الألاين في حال لو ما موجودة نقدر طبعا من هنا الألاين، راح يكون توسيط أفقي وتوسيط عمودي. جيد، طبعا ممكن نخليهن بهذه المنطقة. ممتاز، الآن راح نضيف دائرة ثالثة بنفس الطريقة، أيضا كليك أيمن وطبعا كليك أيسر بهذه المنطقة، راح تكون هذه الدائرة 435 435×435، وطبعا هذه الدائرة راح نخليها بالمنتصف تقريبا. بنفس الطريقة بإمكاننا أن نعمل اللاين، أيضا توسيط أفقي عمودي. هذه الدائرة راح نحددها اللي بالمنتصف، ومن أداة الآي دروبر راح نحدد الجريدينت الأزرق بهذا الشكل. ممتاز، الآن راح نجي نحدد هذه الدائرة، وطبعا راح نستنسخها بهذا الشكل نسخة أخرى، وراح نحدد الدائرة البيضاء والدائرة الزرقاء اللي بالمنتصف من أدوات البايثفاندر. طبعا بإمكان نطلع أدوات البايثفاندر من خلال ويندو وأداة البايثفاندر، وراح نختار الخيار اللي هو ماينس فرونت. ممتاز، الآن راح نجي نضيف هذه الدائرة بهذه المنطقة. ممتاز، الآن راح نجي نرسم خط، طبعا هذا الخط يفضل أنه يكون بلون أبيض يكون بارز، وطبعا ستروك واحد، نحرص على أنه هذا الخط يكون بمنتصف الدوائر. جيد، إذا لاحظ أنه هذه الدائرة وهذا الخط هو بالمنتصف. ممتاز، جيد، طبعا بإمكاننا أنه يكون الخط أكثر يعني طولا، وطبعا هذا الخط راح مثلا ناخذ مساحة وليكون مثلا هذه المساحة بهذا الشكل، وطبعا هذا من الخطين راح نحددهن، ومن ترانسفورم راح نعطيهن تدوير، راح تكون زاوية التدوير 116.116 بهذا الشكل. جيد، الآن راح نجي نرسم خط بمنتصف هذه الدائرة، طبعا هذا هو منتصف الدائرة، نضغط شيفت. جيد، هذا الخط، نحرص على أنه الخطين، لأن الخطين نحرص على أنه يكون منتصفهن بمنتصف الدائرة من خلال أدوات الأوبجكت سناب، إذا لاحظ أنه الالتقاط البنفسجي بهذا الشكل.
جيد. الآن راح نستنسخ هذا الخط. جيد. الآن راح نجي نحدد هذين الخطين، وطبعا نكليك أيمن ونجي إلى Transform، نختار Reflect. طبعا نجي نضغط على Preview حتى نشوف، وطبعا نتأكد إنه Vertical ونختار Copy بهذا الشكل. جيد. الآن هذا الخط أو هذين الخطين راح نستنسخهن بهذه المنطقة، وأيضا الخطين اللي بالأعلى راح نستنسخهن بهذه المنطقة. نحرص على أن المنطقة أن تكون اليسرى واليمنى متساوية تقريبا بهذا الشكل. طبعا هذا الخط اللي بالمنتصف ما راح نحتاجه، راح نحفه. راح نحدد الدائرة هذه، الدائرة الزرقاء، وراح نحدد أيضا بالشفت راح نحدد الخطوط كلها. نحرص على أن كل الخطوط تحدد بهذا الشكل. جيد. بعد ما حددناهن راح نجي إلى أداة Shape Builder. هذه أداة Shape Builder. طبعا هذه أداة Shape Builder، تأكد أنه موجودة. راح نجي هنا نختار لون أبيض بهذا الشكل، وطبعا نجي نرسم هذا حرف W بهذا الشكل. طبعا نحاول أنه ما نترك الماوس، تفضل، حتى تكون عندنا قطعة واحدة. ممتاز، أصبح عندنا بهذا الشكل. الآن راح نجي نحذف الخطوط. طبعا هذه نحدد هنا الخطوط، ديليت بهذا الشكل. نحرص على أن نحذف كل الخطوط. ممتاز. هذا الجزء راح نضيف له gradient، أي تدرج. وطبعا نتأكد أنه gradient يكون يعني بزاوية، مثلا خلي يكون بزاوية 130 مثلا، نشوف نجرب، أو ممكن يكون بزاوية 90، ممكن سالب 90. جيد. الآن هذا الجزء اللي هو الحلقة راح نضيف له ظل من خلال Effect Stylus، ونختار Drop Shadow. طبعا نتأكد من هذه القيم اللي هي 75%، 3 بكسل للإكس و5 بكسل للواي، والبلور يكون 7. طبعا بإمكاننا من البروفيو نتأكد من هذا الشيء. ممتاز. أوكي. جيد. الآن راح نجي نحدد الدبليو مع الحلقة، وطبعا كليك أيمن ومن أرانج بينج تو فرونت. ممتاز. جيد. الآن راح نجي إلى الأداة الريكتانجل، وراح نرسم مستطيل بهذه المنطقة. طبعا نحرص على أن المستطيل يكون يعني صغير نوعا ما بهذا الشكل. ممتاز. الآن راح نحدد المستطيل مع W، ومن أدوات البايثفاندر راح نختار ماينس فرونت. جيد. أصبح عندنا الشعار بهذه الطريقة. طبعا بإمكاننا نحدد هذا الجزء وديليت، أيضا بإمكاننا نحدد هذا الجزء وديليت. أصبح عندنا بهذا الشكل شعار جميل واحترافي في نفس الوقت. فقط عندنا هنا هذا الستروك. طبعا الستروك أعتقد بمشكلة من خلال الجراديانت. فقط بإمكاننا نغير الجراديانت مكان ما هذا الجزء، نختار هذا الجزء، ولا بأس أنه نختار بزاوية ناقصا 45 بهذا الشكل. إذا لاحظ أنه أصبح عندنا شعار احترافي وسهل في نفس الوقت. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.